السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان أول حلقة من برنامجنا إسباجيتي وتعشبان. تعشبان وسباجيتي. فاليوم بدنا نعمل فروقات ما بين العصر القديم والعصر الجديد، وبدنا نسولف عن البنات. البنات طبعا هم زينة الحياة والدنيا ونصف المجتمع ونصف الدار ونصف كل شيء يا اخوي. البنات يا اخوان بقين زمان عيامي راضين بخلقة الله، عادي لو طلعت شبه الحفاية او شبه الكندرة ترى بتكون راضي بخلقة الله. كانوا يسمعوا عن المكياس سمع، بجوز لو طلعت تنشر الغسيل على ظهر الحيط القرية ترجمها، يلبسوها قضية هاتك عرض بالإكراه. شايفة؟ اما بنات اليوم يا اخوان بتصحى الصبح بتلاقي وجهها مثل الجمل، تقول فاقع بنص صباحها لغم. زمان كانوا يتوضوا بمي، هسه البنت تتوضى بالفاونديشن اللهم صل على النبي، بدها كريك تنها تشيله. احكي الغسيل يا اخوان، الغسيل بقى ينتشر عادي، هسه بتنشر وبتكنكل مع صاحبها. ما شاء الله ما هو عقل البنت مالتي بروسيسر. يعني يا اخوان حتى على مستوى المدارس البنت زمان بقت تلبس المريول تحت الركبه، واذا تاخرت عن الدار ما بتتغداش، بمضوها يبزقوا عليها تنها تشبع. يعني يا اخوان على مستوى الجامعه البنت بقت تروح على الجامعه عشان تقرا، مش عشان تتصرمح وتتصهون تقعد لي مع مش عارف مين ومش عارف مع مين. وبتعرفوا اذا رسبت في التوجيهي بتقضيها تجري، بتحس حالها انها منتجه بالمجتمع. هذول النسوان يا اخوي، هذول النسوان اللي طلعونا احنا. اما النسوان هسه ولا لا يا معلم؟ يا زلمه البنت المحجبه بالجامعه يا زلمه ايش مبرقع وايش مفقع وايش شورت وايش انا هيك منيحه انا هيك منيحه. وطبعا اذا البنت تاخرت بالجامعه شو حجتها؟ طبعا الدكتور اعطانا محاضره زياده، وبتيجي امها بتطبطب عليها بتقول الله يعطيك العافيه والله بتتعب يا بنتي. والله يا حجي هي بتتعب ربنا الله. يعني البنت زمان يا جماعه الخير لما بتتجوز بتتوحم بالسرقه، واذا اجى على بالها شيء بدها تطلب من جوزها مثلا تين بناولها شبشب 47 نمرته على نص صباحها، وبتيجي الدايه بتخلفها، وبعد ما تخلف ترى بتقوم بتوزع المزاعيم مزاعيم مزاعيم راحات عادي، وبتغني طاهروا يا مطاهرونا ولو لمو يا دموع الغاليه نزلين عخده. اما هسه شو بتغني له؟ عبالي حبيبي عبالي مش عارف مين غمرك ما طلعك وتحشك مش عارف عيب يا اخوان. شو الحكي هذا اللي الماسخ تبعكم؟ سمعكم هيك خلفه؟ يا زلمه اكثر اشي كانت المره تطلبه من جوزها ضم الجيلاتون او باكيت بسكوت، وعادي اذا طلع الولد مش مربى ترى بربيه الزمن. ما هو الزمن ايام زمان مش الزمن هسه، زمن التكنولوجيا اللي ودتنا 6000 سنه لورا. ونيجي على بنات اليوم يا جماعه الخير، ما شاء الله بتتوحم كل خمس وحمات بوحده. طبعا اول ما تطلع الفحوصات انها بدها تبظ هالولد اللي بده يقرف عيشتنا، بتبدا عاد ايش مرحله الشلل الرعاشي، وبتبدا عاد تصلي على كرسي. طبعا يا جماعه هي بتكون مخلفه سلت زباله مش ولد، وقال بالاخير بتقول لي انا ابني مربى. طب واولاد الحرام اللي بالشارع هذول اولاد مين يا اختي؟ البنت زمان يا اخوان ببيت جوزها بقت معدله، بتعرف تطبخ بدايه بالقلايه البندوره ونهايه بالعكوب، وتربي عر اولاد ويطلع المهندسين ودكاتره، والاميه بتعرف تفك الخط لانه الواتساب تبعها زمان بقى انكبش بزر وتقعد تفصص 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 تفصصين من العصر للساعه 10 بالليل. اما هسه المره وينك؟ تيريلم انا قاعده. تيريلم شو بتساوي؟ تيريلم ونقضيها تيريلم تيريلم. بيجي الجوز وبلاقيها مش عامله شيء وبطلقوا. وطبعا يا اخوان لما تحاول تطبخ على الواتساب مع امها، واول ما تخلص الطبخه بتصورها خمس صور بتفقعها على الانستا. طبعا هي شو عامله يا اخوان؟ هي جايبه نودلز تمام وقلت فليفله حمراء وفليفله خضراء وفليفله صفراء، وبتعجقهن مع بعض وبتصور. تايلانديه بنت البنت بنت ابو محمد اللي بكفر اسد، تعرفوها هاي بالرمح عندنا. في نهايه الحلقه يا اخوان بدي اقول لكم ان نسوان زمان بتسوى 100 من نسوان اليوم. يعطيكم العافيه.